أشواطنا تستمر أيها الحبل الكريم، وتهانينا وناموس لطرشوم بصالح بن طرشوم العامري على فوز الهودة وحصولها على المركز الأول مع الشوط الذي انتهى. وينطلق أيها الحبل الكريم في هذه اللحظات شوطنا الحادي عشر في مجموعة الأشواط. الشوط الحادي عشر خصص للقعدان المحليات الأصايل، هكذا الانطلاق هكذا الأبداع في هذه اللحظات. وسير مع المركز الأول والصدارة، بلقى مع المركز الأول في هذه اللحظات. يتقدم شاهين حمد بن سيل بن محمد بن هدف العامري، يقدم شاهين مع المركز الأول، بينما المركز الثاني بلقى شاهين وعبد الله بن سعود بن راشد الشامسي خذ المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات يتقدم الناصر حمد بن مطر بن حمد بن عميرة الشامسي، خذ المركز الثالث، لكن اللي غير في هذه اللحظات وانتقل مع المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات. وبهذا الأوان اللي هو شاهين أحمد بن فارس بن عفير العامري خذ المركز الثالث، المركز الرابع في هذا الأوان. وبهذا الابداع المستمر مع المركز الرابع، ولكن باخذ المركز الخامس اللي هو يتقدم في هذه اللحظات شاهين والنصر حمد بن مطر بن حمد بن عميره الشامسي، خذ المركز الخامس في هذه اللحظات. وبهذه التحديات المستمره، لكن اتابع شعارات، اتابع هذه الاسماء بعد المراكز الخمسه الاوائل، اتابع هذه الاسماء والتي يبلغ نصابها 28 قعود محلي. انطلق في هذا الشوط وسار في هذا المسار المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الابداع، على هذا التحدي والاثاره المستمره ما شاء الله. شوف مواقعها في هذا الاوان، وشوف ايضا مكانها في هذه اللحظات وبهذه التحديات والاثاره. يا سلام، تابع يا من تبى تتابع، تابع يا من تبى تتابع هذه الشعارات وهذه الابداعات مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق وبهذا ايضا الشوط الذي خصص القعدان المحليات الأصايل في هذا الصباح. وبهذا أيضا الإثارة، أيضا الحادي عشر الأشواط القعدان المحليات الأصايل. لكن شوف الصدارة ومقدمة الشوط في هذه اللحظات، والذي غير في هذا الانطلاق يتقدم الهشاهين عبد الله بن سعود بن راشد الشامسي، يتقدم مع المركز الأول في هذا الانطلاق وبهذا الأبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط.
المركز الثاني شاهين أحمد بن فارس بن عفير العامري خذ المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم اللي هو وياتي النصر. أيضا هناك حمد بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي يقدم اللي هو النصر مع المركز الثاني. المركز الثالث هذا هو ياتي كذلك أيضا عشاق بدأ أيضا يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث. يقدم عشاق في هذه اللحظات وبهذه التحديات. محمد بن صغير بن حمد العويسي بدأ يوصل مع المركز أيضا الثالث في هذا الانطلاق. المركز الرابع أتابع المركز الرابع والتقدم شاهين أحمد بن فارس بن عفير العامري خذ المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق الخامس. أتابع من الطرف الآخر والوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد اللي هو شاهين وأحمد بن سهيل بن محمد بن هدف العامري خذ المركز الخامس. لكن اللي وصل في هذا الوصول وتقدم في هذه اللحظات اللي هو الشامي ويقدم سالم بن عامر بن سعيد العمري وصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس في هذه الانطلاقة بهذه الإبداعات المستمرة. لكن أتابع هناك شعاراته لم يحين موعد دخولها إلى حتى هذه اللحظات بهذا المسار وفي هذا الانطلاق وبهذه التحديات. يا سلام يا سلامي على هذا الشوط الكيلو والنص المتر الأخير وعشاق مع المركز الأول. عشاق للناموس عشاق مع الصدارة ومقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. يقدم عشاق سالم بن عامر أيضا يقدم عشاق محمد بن صغير بن حمد العويسي يقدم عشاق بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط. أروح العويسي مع المركز الأول بهذا التقدم. يا سلام على مقدمة الشوط. وركز العويسي رسك أيضا ركز تابع هني أيضا وصول آخر في هذه اللحظات وتقدم مع اللي هو شاهين ياتي بدوره في هذا الانطلاق. يا سلام عليه. أيضا يقدم شاهين عبد الله بن سعود بن راشد الشامسي وصل في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث تابع لي وشوف الوصول في هذه اللحظات مع المركز الثالث في هذا الأوان. يا سلام هذا التقدم من خلال شاهين وسالم بن حمد بن ركاب العامري لكن العويسي أروح العويسي أروح ما شاء الله. عشاق للناموس أروح اندفع بهذا الاندفاع وبهذا الإبداع المستمر. نص الكيل والمتر الأخير. الله يا قعلان يا سلام يا قعلان على هذا الرقص وعلى هذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط. أروح العويسي أروح مع المركز الأول. أروح بصغير مع المركز الأول. هذا هو عشاق على مقدمة الشوط محمد بن صغير بن حمد العويسي. يا سلامي عليك يا سلامي على هذا الرقص الجميل وعلى هذه التحديات والإثارة. الله الله سلام للسلطنة سلام في هذه اللحظات مع عشاق للناموس عشاق. وتحذروا يا أهل القعادين سلام وتحية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع عشاق. تهانينا أيضا على فوز عشاق محمد بن صغير بن حمد العويسي. المركز الثاني عنده أيضا الشامسي. المركز الثالث حمل رقم 25 عند بركاب. المركز الخامس أو الرابع تابع لي وصول المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذه التحديات. وكان أيضا هقام السيل بسعيد بحقب الشامسي. والخامس المركز الخامس أيضا الصيرمي وأحمد بن مبارك الشعفوري العامري. هذه هي نتائجنا مشاهد الكرام. وتوقيت الزمني 24:08 من الدقائق. تهاني وناموس محمد بن صغير بن حمد العويسي. سلام قعلان سلام.